هلاقي كل الاوت بيشن تحت العياده وفي على طول كده صناعي حوالي 18 شهير غسيل كامل. بنطلع على الدور الثاني جزء النساء اللي هم حوالي 21. اليونت دايما هنا حضرتك بتبقى حوالي 21 حضرتك عارفه اليونت التمريضيه ما بين 20-21 لغايه 30. بنطلع الدور الفوقاني كامل اللي هم الثلاث ادوار المتكرره بيبقى يمين وشمال في اجنحه المرضى اللي هي الوحده ال 24 والوحده الثانيه ال 21 والوحده الثانيه ال 21.